في خطوة فعالة نحو خلق وعي وتحفيز التحرك لمواجهة العنف، احتضن مركز الندوات بمدينة فاس ندوة مميزة حملت شعار العنف ضد النساء مدان، نبلغ عليه في كل مكان. نظم هذا اللقاء كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله ممثل في ماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية ومختبر الشريعة والقانون والمجتمع والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني والمنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية عن الوزارة الوصية. تندرج هذه الندوة ضمن الحملة الوطنية 21 لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 من دجنبر. يتضح هدف الحملة في تسليط الضوء على الضرورة الملحة للقضاء على الظاهرة السلبية للعنف وتحفيز المجتمع على الوقوف معا ضد هذا التحدي. شدد المشاركون في الندوة على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان توفير بيئة آمنة تحمي حقوق النساء والفتيات. تم خلال الندوة استعراض الإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف النبيل. نائب رئيس جامعة سيدي محمد الله المكلف بالبحث العلمي والتعاون. فبالنسبة لهذه الندوة التي تنظمها اليوم جامعة سيدي محمد الله وبالضبط كلية الشريعة بفاس تحت شعار لا للعنف داخل الفضاءات العمومية، فهي مهمة من المهمات للجامعة. فالجامعة المعروف أنها تكون الطلبة من ناحية في عدة تخصصات وفي الأخير يحوزون عن دبلومات، لكن الدور اللي أعتبره كذلك رئيسيا وهو انفتاح الجامعة عن محيطها السوسيو اقتصادي. ومثل هذه الندوة هي ندوة تحسيسية وستخرج منها أفكار لمحاربة هذه الظاهرة الشنيعة، إن لم أقل القضاء عليها الحد منها، وهي ظاهرة بالفعل نتطرق إلى الفضاءات العامة فيجب أن تخلو منها كذلك حتى الأسر والإدارات وجميع الأماكن. وشعار ندوة اليوم إن توجه نحو الفضاءات العامة فيجب أن ننبذ العنف كيفما كان وضد النساء، وكذلك العنف بين الإنسان لا مجال له بالجامعة وبالمجتمع. محتري أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، رئيسة شعبة الفقه والتشريع والفروع المرتبطة بهما، ومنسقة ماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية، وهي الصفة التي نشارك بها في هذا الملتقى الذي يواكب الأيام الأممية والأيام الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فاطمة زهراء عزيز، طالبة بماستر الوساطة الأسرية والاجتماعية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة حكيمة الحطري. الآن نحن متواجدين مركز الندوات بكلية الشريعة. كيف ما كتعرفوا كاملين أن العنف واحد الظاهرة اللي معروفة من شحال هذه، خاصة ضد النساء اللي كيعاني وما يقدروش مثلا يجي ويتكلموا ويقولوا شنو واقع عليهم، وكيلقاو واحد الصعوبات اللي كثيرة ربما كخوف مثلا من الزوج ديالهم أو من العائلة نتاعهم اللي كتخليهم أنهم ما يجيوش يهضروا ويقولوا المشاكل ديالهم. سيق جهوي التعاون الوطني لجهة فاس مكناس. ولن تفعيلا لما جاء في الدستور المغربي 2011 لنص بشكل واضح واكيد وفي مجموعه من الفصول على حقوق المواطن المغربي بما في حقوق النساء بالاضافه لحقوق اخرى، وركز كثيرا على اعطاء الحقوق الكامله للمراه باعتبارها تشتغل بشكل كامل في المجتمع المغربي واعطاء حقوق كامله. بطبيعه الحال انسجاما كذلك مع تعليمات صاحب الجلاله
لعله الخطاب الاخير عيد العرش اللي تحدث على الاسره المغربيه وعلى كذلك على المدونه والاصلاح نتاعها والتحديد نتاعها. هذا يعني رساله كانت واضحه ومهمه جدا، وكذلك على توجهات الحكومه عموما لاهتمامها خصوصا في مجال التمكين الاقتصادي الاجتماعي للنساء في اطار الركائز الاجتماعيه لهذه الدوله المغربيه، وكذلك توجهات الوزاره فيما يخص الركائز الاساسيه وهي المساواه والتمكين. ينخرط حاليا القطب الاجتماعي بما فيهم التعاون الوطني وكاله التنميه الاجتماعيه والمكونات القطب الاجتماعي في هذه الحمله الوطنيه 21 لمكافحه العنف ضد النساء والفتيات، وتاتي بالتالي في تنظيم موسيقيه الجهه مع شركائها مجموعه من الانشطه من ندوات ورشات ابداعيه ورشات تفكيريه كذلك لقاءات تحسيسيه، وذلك من اجل اولا التعليم باهميه محاربه هذه الظاهره المشينه اللي هي العنف ضد النساء من جهه، وكذلك تحسيس الراي العام بالانخراط خصوصا المجتمع المدني بالانخراط في هذه الحملات في افق انه يصبح لدينا مجتمع مغربي بدون عنف بدون يعني خصوصا يعني اخلاقيات اللي ما قلت مشينه اللي في الحقيقه كتاثر على التنميه من جهه. ولعل المقاربه النوع اللي كتنجهها الدوله هي ركيزه اساسيه من اجل الوصول الى مجتمع مغربي متكامل الكل يشارك، النساء الاطفال الرجال كذلك، يجب تحسيس الرجال بالدرجه الاولى من اجل انهم ينخرطوا في هذه الحمله وكذلك يحاربون بمعية النساء كذلك. تعكس هذه المبادرة التكاتف الوطني لمحاربة العنف الجنسي، مشيرة إلى أهمية تحفيز الوعي والعمل الجماعي لضمان بيئة آمنة ومحمية للنساء والفتيات في جميع أنحاء المجتمع. وتعتبر المؤسسات الجامعية محضنا حقيقيا لنشر الوعي بأهمية احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والقضاء على كل أشكال التطرف. نصر الله مولانا أمير المؤمنين محمد السادس، نصره الله وأيده.